على مر التاريخ تكونت التقنية البشرية من أدمغتنا والنار والأسلحة البدائية. بالرغم من أن النار والأسلحة البدائية تحولت إلى محطات كهرباء وأسلحة نووية، لكن التحديث الأكبر كان لأدمغتنا. منذ ستينيات القرن الماضي، قدراتنا الذهنية أخذت تتضاعف، مما سمح للحواسيب بأن تصبح أصغر وأذكى في الوقت ذاته. ولكن هذه العملية تقترب من حدودها الفيزيائية. أجزاء الحاسوب تكاد تصبح بحجم الذرة. لإيضاح لماذا تعتبر هذه مشكلة، يجب توضيح بعض الأساسيات. يبنى الحاسوب من أجزاء صغيرة تقوم بأشياء بسيطة جدا: تمثيل البيانات، إمكانية معالجتها، ثم عمليات التحكم. شرائح الحاسوب تحتوي على وحدات رئيسية، والتي بدورها تحتوي بوابات منطقية، وتحتوي تلك البوابات على مقاحل. المقحل مقاوم النقل، وهو أبسط عنصر في معالجة البيانات. بشكل مبسط، هو مفتاح من الممكن أن يفتح أو يغلق الطريق على المعلومات المارة. هذه المعلومات مكونة من وحدات تدعى بت، والتي يمكن أن تكون أحد القيمتين، صفراً أو واحداً. تستخدم البت سلسلة من هذه الوحدات لتمثل معلومات أكثر تعقيداً. المقاحل تعمل سوياً لتمثل بوابات منطقية، والتي تقوم بأشياء بسيطة جداً. مثلاً، مخرجات البوابة المنطقية AND يكون ناتج البوابة واحد في حال كانت جميع المدخلات واحد، في أي حالة أخرى يكون الناتج صفر. مجموعات البوابات المنطقية تشكل الوحدات النافعة، مثلاً لإضافة عددين. متى ما استطعت تنفيذ عملية الجمع الحسابي، ستتمكن من عملية الضرب، ومتى ما تمكنت من عملية الضرب، ستتمكن من فعل أي شيء. وبما أن جميع العمليات الأساسية أسهل من رياضيات الصف الأول، يمكنك تخيل الحاسوب كمجموعة من الأطفال بعمر السابعة يقومون بالإجابة على أسئلة الرياضيات الأساسية. عدد كاف منهم سيتمكن من حساب أي عملية رياضية معقدة. وبما أن الأجزاء أصبحت أصغر وأصغر، الفيزياء الكمية جعلت الأشياء أكثر تعقيداً. بشكل مختصر، المقحل هو مفتاح كهربائي. الكهرباء هي إلكترونات تتحرك من مكان لآخر، فالمفتاح هو ممر قادر على منع الإلكترونات من التحرك في اتجاه واحد. اليوم الحجم الأصغر لمقحل ما هو 14 نانومتر، أي أقل من قطر فيروس الـ HIV بثمان مرات، وأصغر بـ 500 مرة من خلية دم حمراء. بينما تصغر المقاحل لتصبح بحجم عدد قليل من الذرات، قد تقوم الإلكترونات بتحريك نفسها إلى الجزء المغلق من الممر عن طريق ما يسمى بالنفق الكمي. في العالم الكمي، الفيزياء تعمل بشكل مختلف تماماً عن الشكل القابل للتوقع الذي اعتدنا عليه. فلذلك الحواسيب التقليدية لا تصبح منطقية هنا. نحن نقترب من عائق فيزيائي حقيقي لتطورنا التقني. ولحل تلك المشكلة، يحاول العلماء أن يستخدموا تلك الخصائص الكمية الغريبة لصالحهم عن طريق بناء حواسيب كمية. البت في الحواسيب العادية هي أصغر الوحدات لتمثيل المعلومات. الحواسيب الكمية تستخدم كيوبت، والتي يمكن أن تحمل واحدة من قيمتين. يمكن أن يكون أي كيوبت نظام كمي ثنائي المستوى، كدورة في حقل مغناطيسي أو كفوتون منفرد. الصفر أو الواحد هما الحالات الممكنة في هذا النظام، كالاستقطاب العمودي أو الأفقي للفوتون. الكيوبت في العالم الكمي لا يكون في حالة واحدة فقط، بل يمكن أن يكون في كلا الحالتين بنسب متفاوتة، ويسمى هذا المفهوم بمبدأ التراكب أو ما يعرف بالسوبربوزيشن. ولكن متى ما قمت بالتحقق من القيمة، مثلا عن طريق إرسال الفوتون من خلال فلتر، فيجب عليه أن يقرر ما إذا كان استقطابه عموديا أو أفقيا. إذن وطالما أنه لم يتم التحقق منه، فإن الكيوبت سيكون خاضعا لمبدأ التراكب. لا يمكن التنبؤ بما ستكون حالته إلا إذا قمت بالتحقق منه، فسيتحول تلقائيا لأحد الحالات. حالات البت التقليدي يمكن أن تكون أحد الحالات من 2 مرفوع على القوة الرابعة، أي هنالك 16 ترتيبا محتملا، يمكن اختيار واحد منها فقط. في مبدأ التراكب الكيوبت نفس الشيء، ولكن قادرة على أن تكون جميع التراتيب 16 في نفس الوقت، ويتزايد الرقم بشكل تضاعفي مع إضافة كل كيوبت. 20 كيوبت قادر على تخزين مليون قيمة بشكل متوازي. كما أنه هنالك خاصية غريبة للكيوبتس، وهي التشابك الكمي (entanglement)، وهي رابطة قوية تجعل كل كيوبت يتفاعل مع التغير في حالة الكيوبت الآخر بشكل لحظي مهما كانت المسافة بينهما. ذلك يعني أنه بالتحقق من حالة كيوبت متشابك واحد، يمكن معرفة حالة الكيوبت الآخر بشكل مباشر دون الحاجة للتحقق منه. هنالك عملية مدهشة أيضا للتلاعب بالكيوبت. البوابة المنطقية العادية تستقبل مجموعة من المدخلات وتنتج مخرجا محددا واحدا. البوابات الكمية تستقبل مدخلات متراكبة وتنتج مخرجا متراكبا. ثم يقوم الحاسوب الكمي بإنشاء كيوبتس،
بتمريرها عبر البوابات الكمية لتتشابك ليقوم أخيرا بالتحقق من المخرج معيدا المتراكبات إلى سلسلة من الأصفار والواحدات. وذلك يعني أنك ستحصل على جميع الحسابات الممكنة بناء على مدخلاتك دفعة واحدة بنفس الوقت. في النهاية يمكنك أن تقيس أحد النتائج ويحتمل أن تكون الوحيدة التي تريدها أنت، ولذلك ربما ستضطر لإعادة التحقق والتجربة مرة أخرى، ولكن باستغلال التراكب والتشابك بشكل ذكي قد يكون ذلك أكثر كفاءة بأضعاف ما سيكون ممكنا بالحاسوب الحالي. إذن ورغم أن الحواسيب الكمية لن تحل محل حواسيبنا المنزلية، إلا أنها ستكون أكثر كفاءة بشكل كبير في جوانب أخرى. أحد هذه الجوانب هي البحث في قواعد البيانات. لإيجاد شيء في قاعدة بيانات قد يضطر الحاسوب العادي للتحقق من كل واحدة من البيانات المدخلة. الحواسيب الكمية تحتاج مدة مساوية للجذر التربيعي للوقت الذي يحتاجه الحاسوب العادي، ويمثل فرق شاسع جدا بالنسبة لقواعد البيانات الكبيرة. استخدام الحاسوب الكمي في تخريب أمن تقنية المعلومات. حاليا تصفحك للإنترنت يتم تأمينه عن طريق نظام تشفير بحيث تعطي للآخرين مفتاحا عاما لفك شفرة رسائل أنت من قمت بتشفيرها. المشكلة أن هذا المفتاح العام من الممكن أن يستخدم لحساب مفتاحك الخاص السري. لحسن الحظ القيام بالحسابات الضرورية لذلك على حاسوب عادي سيستغرق سنوات من التخمين، ولكن الحاسوب الكمي سيتمكن من القيام بها بلحظات. يمكن استخدام الحواسيب الكمية في المحاكاة. المحاكاة للعالم الكمي ثقيلة جدا على موارد الحاسوب العادي. في محاكاة البنى الأكبر مثل الجزيئات غالبا تفتقد للدقة أيضا. إذن لماذا لا تتم محاكاة الفيزياء الكمية مع الفيزياء الكمية الحقيقية؟ المحاكي الكمي يمكن أن يوفر رؤى جديدة على البروتينات، مما قد يساهم في ثورة جديدة في الطب. لا نعلم إذا كانت الحواسيب الكمية ستكون فقط أداة عادية أو سبب في ثورة بشرية ضخمة.